بصراحه المباراه ديال تاع اليوم ما كان سهل بالنسبه لينا، لانه كنا عارفين بانه واخا ما كانوش عندهم لاعبين مضروبين وداكشي، عرفنا بانه المقابله غتكون صعيبه. الحمد لله جيرو درا الماتش والحمد لله قال لك نقطه ولا والو، وحنا ما تنقلوش من هاد اللاعبين ولا من اللاعبين الاخرين اللي غيكونوا. الحمد لله حنا غنجيروا المباراه ديالنا كالعاده، غنكونوا في التدريب كالعاده. الحمد لله نتمنوا الخير ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله، واللي ما تكون لينا ان شاء الله.